السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أتباعه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك لو شئت لجعلت الصعب سهلا. Arterial anastomosis in the lower limb. هناخدهم بقى كده من تحت لفوق يا جماعة. أول anastomosis بيقابلنا anastomosis عند الأسيس، عند الأنتيرور superior iliac spine. ده يا جماعة anastomosis ما بين ال branches بتاعت ال external iliac وال internal iliac arteries. الفيمورال artery. الفيمورال artery بيدي يا جماعة superficial branch بيمشي laterally ويلف على ال iliac crest. واحنا عارفين ان اي حد بيلف على اي حد يبقى circumflexes، فده اسمه superficial circumflex iliac artery. وزي ما احنا خدنا قبل كده superficial يعني ده ماشي في superficial fascia عشان يغذي الجلد. اخوه على الناحية التانية بقى deep للmuscles جوه الابدومن، طالع branch من الاكسترنال iliac. branch من الاكسترنال iliac جوه الابدومن رايح ناحية الانتير سوبيريك سباين وبيلف نفس اللفة على الإيريا كريست، فيبقى ده اسمه ديب سيركمفليكس إيلياك. فيبقى في عندك سوبرفيشيال وديب سيركمفليكس إيلياك رايحين بيلفوا على الإيريا كريست وبيساهموا في الانستموس أراوند الانتيرور سوبيريك سباين. في عندي من الانترنال إيلياك برانش اسمه إيليو لامبر، ففي terminal branches من الإليو لامبر بتنتهي نوعاً عند منطقة الانتيرور سوبيريك سباين وتساهم في الأناستموز. البروفاندا فيموريس اللي هو برانش طبعاً من الفيمورال بيدي lateral circumflex فيمورال. اللاترال circumflex فيمورال ده يا جماعة بيدي ascending branch. الاسندنج برانش ده طالع لحد الانتيرور سوبيرو إليك سباين ويساهم في الانستموزس. اخيرا بقى في ارتري طالع من الجريتر سايتك فورامين اسمه سوبيرور جلوتيال ارتري، وبيني وبينك وكمان طالع من جريتر سايتك فورامين الانفيرور جلوتيال ارتري. السوبيرور جلوتيال ارتري ده بيمشي ديب للجلوتياس ميديس ومينيمس ورايح للمنطقة بتاعت الانتيريور سوبيريور إليك سباين، ويبقى إذن الانستموزس أراوند الانتيريور سوبيريور إليك سباين ده انستموزس ما بين السوبرفيشيال والديب سيركمفليكس إليك من الفيمورال والإكسترنال إليك والترمينال برانشز أوف إليو لامبر ده من الانترنال إليك. Ascending branch of lateral circumflex femoral والterminal branches of superior gluteal. نيجي بعد كده هون لأناستموزس مهم جدا 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 اسمه كروشيت أناستموزس. كروشيت أناستموزس ده أهميته إن أنت لو حصل لك انسداد في الاكسترنال إيلياك أو في الفيمورال، بس بشرط إنه يكون above the level of origin of profunda femoris. أي obstruction في الفيمورال above the origin of profunda femoris أو في الاكسترنال إيلياك ده يا جماعة البديل، الطريق البديل ده anastomosis ما بين البرانشز of internal إيلياك ممثل في الانفيرو جلوتيال. في جلوتيال ده برانش من الانترنال إيلياك اللي جوه البلفس، و البرانشز بتاعت البروفاندا فيمورس. فلو انت تسد عندك الاكسترنال إيلياك او الفيمورال اباف البروفاندا فيمورس الدم هيروح ماشي من الانترنال إيلياك على السوبير جلوتيال اللي مدي ديسندنج برانش ونازل لتحت. طبعا الانستموزس اللي انا هقوله ده اسمه كروشيت انستموزس. كروشيت يعني عامل زي الصليبة، صليبة
أربعة أرتريس هيتقابلوا، اتنين بالطول واتنين بالعرض. فين الاتنين اللي بالطول؟ الاتنين اللي بالطول descending branch of inferior gluteal، وده من internal iliac، وبالطول الascending branch of first perforating branch من البروفاندا فيمورس. البروفاندا فيمورس زي ما احنا عارفين بيدي أربعة perforating branch. أول واحد بيدي ascending branch يساهم في كروشيت anastomosis. فانت عندك واحد بالطول جاي من فوق descending branch of inferior gluteal و ascending branch من ال first perforating branch of profunda femoris. طبعا الاثنين اللي بالعرض بقى لا يخفى القمر انت عارفهم اكيد، transverse branches اللي بالعرض دول، واحد جاي من اللاترال سيركمفليكس فيمورال وترانزفيرس برانش من الميديال سيركمفليكس فيمورال. ده يروح عامل لك الصريبه دي اللي هي كروشيت اناستموزس اللي بتكون في الباك اوف ذا ساي بيلو ذا جريتر تروكانتر. وزي ما قلت لك ده الطريق البديل لو حصل لك اي انسداد في الفيمورال او في الاكسترنال ايلياك اباف ذا ليفل اوف بروفاندا. في عندنا أناستموزيس اسمه تروكانتريك أناستموزيس. طبعا احنا خدنا الرسمة دي قبل كده، ده descending branch of inferior gluteal والascending branch from first perforating branch والاثنين الترانسفيرس branches اللي بالعرض من الميديال واللاترال circumflex femoral يعملوا لك كروشيه. وخدناها قبل كده وعرفنا ان في الباك اوف الصاي في هنا هو اناستموس ماشي بالطول لحد البوبليتيال ارتري والماسكولار برانشز بتاعته. نيجي بقى للتروكانتريك اناستموزيس، ده اناستموزيس عند التروكانتر بالذات منطقه التروكانتريك فوسا واللي حواليها. مين اللي هيساهم هنا هو؟ اللي بيوصل هنا للمنطقه دي يا جماعه لمنطقه التروكانترز الميديال واللاترال سيركمفليكس فيمورال مع الارتري اللي جاي من جوه ده. ايه الارتري ده اللي معدي في الخرم ده؟ ده اوبتيوريتور ارتري. مع الارتري اللي جاي لك برضو من هنا هون من البلفس وطالع في الجريتر سايتك فورامن برانشز من الانفيرور جلوتيال ارتري. برانشز من الانفيرور جلوتيال مع الاثنين سيركمفليكس فيمورال الميديا واللاترال و الاوبتيوريتور ده يعمل لك تروكانتريك اناستموزيس. اناستموزيس اراوند ذا ني، وطبعا ده واحنا بناخد الارتريز عرفناه كويس قوي. الفيمورال، الفيمورال وهو تحت خالص قبل نهايته وهو في السبسارتوريا كانال بيروح منزل لك ديسندنج جينيكولار برانش. طبعا جينيكولار دول كلهم جينيكولار عشان كلهم بيساهموا في الانستموس حوالين الجنو اللي هي الركبه. ده ديسيندنج جينيكولار من الفيمورال شخصيه. طب وده وان ديسيندنج، ديسيندنج برانش كنت خدناه وبصينا على الصوره بتاعته حلوه قوي ماشي على البوردر بتاعت الفاستس لاتيراليس، ماشي على الانتيور بوردر اوف فاستس لاتيراليس ونازل يسام في الانستموزيس اراوند ذا ني. فده وان ديسيندنج برانش فروم لاترال سيركمفليكس فيمورال. بقى كمان بقى في عندي خمسه جينيكولار برانشز اوف بوبليتيال. الخمسه جينيكولار برانشز اوف بوبليتيال طبعا انت عارف اسمهم بقى، سوبيريور لاترال جينيكولار برانش وسوبيرور ميديال جينيكولار برانش وانفيرور لاترال جينيكولار برانش وانفيرور ميديال جينيكولار برانش وميدل جينيكولار برانش. الانتيور تيبيال من قدام بيدي لك واحد راجع لانه عكس تيار الدم من تحت طالع لفوق وفي زي واحد من ورا، يبقى الانتيرو تيبيال بيدي لك الانتيرو اند بوستيرو تيبيال ريكرنت.
في واحد مش مرسوم هنا هون، ممكن نجيب لكم الصورة بتاعته، طالع من البوستيرو تيبيال، والبوستيرو تيبيال ولافف حوالين النيكو فيبولا، ورايح عشان يساهم برضو في الاناستموس اراوند ذا ني. وانت عارف ان اي حد عندنا في الاناتو بيلف يبقى سيركمفليكس فيبولار ارتري فروم بوستيرور تيبيال. بقى كمان نيجي بقى للاناستموزس اراوند ذا انكل. الاناستموزس اراوند ذا انكل ممكن نقسمها الاناستموزس حوالين الميديال ماليولس وانستموس حوالين اللاترال ماليولس، وهم متقابلين يعني مش بعيد. اولا انستموس اراوند الميديال ماليولس من البوستيرو تيبيال، البوستيرو تيبيال دوما بيدي ميديال ماليولر وميديال كالكينيان برانش، فميديال ماليولر وميديال كالكينيان برانش حوالين الميديال ماليولس، يرد عليه البرانش بتاعه اللي على اللاترال اسبكت ناحيه الفيبولا الفيبولار ارتر. طب ما الفيبولار ارتر ما هو بيدي لاترال ماليولر برانش ولاترال كالكينيان ارتري. بعد كمان في عندي الدورسالس بيدس، نبص على الدورسالس بيدس في الرسمه الجديده دي. الدورسالس بيدس بيديني ميديال تارسل ولاترال تارسل، ده الميديال تارسل لانه التارسل بون، وده لاترال تارسل، ده من الدورسالس بيدس. طب الانتيريور تيبيال اللي فوق الدورسالس بيدس ده، الانتيريور تيبيال على الميديال اسبكت بيدي لك ميديال ماليولر، بيدي لك انتيريور ميديال ماليولر. طب ما هو على اللاترال اسبكت بيدي لك انتيريور لاترال ماليولر. اللي بيعمل اناستموزس مع مين؟ مع البرانش اللي جاي، وده من الفيبولر او البرونير اللي اسمه بيرفوريتنج برانش of peroneal أو fibular artery. فيبقى الانتيرو تيبيال بيدي لك انتيرو ميديال ماليولر وانتيرو لاترال ماليولر، و الدورسالس بيدس بيدي لك ميديال تارسل ولاترال تارسل. من ورا خدنا بقى ايه البوستيرو تيبيال والفيبولار. الفيبولار بيدي لك بيرفوريتنج برانش، زائد ان هو بيدي لك لاترال ماليولر ولاترال كالكينيان برانش. البوستيرو تيبيال نفس الكلام، يدي لك ميديال ماليولر وميديال كالكينيان برانش. ويبدا يا جماعه الانستموس اراوند ذا انكل جوينت. فاضل بقى ان احنا نقول الانستموس يا جماعه في اللور ليم عموما يعني ما تعشمش فيها كتير. الانستموس ان جنرال في اللور ليم مش زي الابر ليم، بور انستموس، عشان كده بيحصل لك اي ارتيريال اوبستراكشن بيجي لك مرض اسمه اسكيميا اوف ذا لور ليم. يعني ايه كلمه اسكيميا؟ كلمه اسكيميا في اي حته في الجسم يا جماعه معناها ديكريز ان ذا بلاد سبلاي. فأي obstruction في الأرتريز وفي الزلور ليم اللي هو غالبا بيكون نتيجة أثيروسكليروزيس يعني اللي هو تصلب الشرايين، بيحصل إسكيميا في اللور ليم. والإسكيميا دي لو اشتدت وطولت للأسف في أجزاء من رجليك هتبتدي تموت. أما تيشو عندك يموت في رجليك دي اسمها جانجرين. فللأسف الأناستموزيس في اللور ليم مش زي الأبر ليم. الابر ليم الانستموزس كانت فيه كويسة، والاسكيميا عشان كمان بتبقى نادرة والجانجرين نادر في الابر ليم، بس بيحصل يعني بس نادر. بعكس اللور ليم انستموزس زي الطين
ما بيقدرش يشيل الدم عبر obstruction، وغالبا ده يجيب لك ischemia وجانجري. ده الانستموزيس اللي في اللور ليمب. Thank you for good listening and good luck.